هذا السائل يقول يا شيخ، ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ مناسبته أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويصلي في قومه ويقرأ، يطيل القراءة، حتى ورد أنه قرأ سورة البقرة، فشق ذلك على بعض المأمومين، لا سيما الذين لهم حوائج، فمنهم من انفرد عن معاذ وأكمل صلاته وذهب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنكر على معاذ، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بكذا بالشمس وضحاها والتين والزيتون. فأرشده إلى السور المتوسطة لئلا يحرج الناس. نعم.